طيب مرحبا بيكم اكيد انا وكريم مره كمان. ودلوقتي نروح نقرا الصحافه بس عبر السكايب مع الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، ونتابع كمان طبعا اهم الاخبار واخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. يا استاذ محمد بونجور، صباح الخير. صباح الخير عليك يا نهان، صباح الخير على كريم، صباح الخير على قناه الاتحاد وجمهور النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، وخلينا كده نخش بقى في المانشيتات على طول زي ما بيتقال، ونبدا بيلا كوره. يلا كورة تحديدا العنوان أو المانشيت كالآتي: طائر اخترعه كولر، كريم فؤاد من التهميش مع موسيماني لهداف الأهلي في 131 دقيقة. سؤالي أكيد هيكون كالتالي: فكرة هنا أداء كريم فؤاد أستاذ محمد بتقيمه إزاي؟ وفي نفس الوقت فكرة هنا برضو إعطائه الفرصة من فكرة التهميش أيام موسيماني، يمكن زي ما كنا بنقول لو كريم لعب 3 مباريات تقريبا فقط أو شارك يعني في 3 مباريات، لكن لما أخذ فرصة قدر أن هو يستغل هذه الفرصة وقدر أن هو يبرز يعني موهبته بشكل كبير جدا على الأرض. خليني أبدأ معاك من هذه النقطة أستاذ محمد، تفضل. كريم فؤاد يعني كولر قدر ان هو يعني يبرز لاعب مهم جدا في الفرق في الفتره الاخيره، لاعب بتحتاجيه بيأدي وبيكون ليه فعاليه على المرمى. شفنا النقطه دي في اكتر من ماتش. ممكن كولر بدأ النقطه دي مع كريم فؤاد، لكن كانت البدايه لكريم في نهايه السيزون اللي فات مع سواريش، وقرار كان الاداره بتدافع للاعيبه الناشئين او اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، وهنا كان بدايه نقطه كريم فؤاد ان هو يبتدي يشارك ويبتدي ان هو يكون ليه دور مع الفريق. بدايه كريم فؤاد مع كولر خصوصا في دوري ابطال افريقيا ماتش اتحاد المستير ما كانش موجود سواء في ماتش الذهاب او العوده، لكن فوجئنا بيه بماتش الاسماعيلي وتبديل ونزوله، قدر ان هو من كره يعني شبه مستحيله يصنع جول لشادي حسين ويتسبب في صحيح. وكمان في 8 دقائق في ماتش الزمالك يقدر يسجل، وبدايته الحقيقيه في ماتش الداخليه ان هو يلعب اساسي، والفعاليه اللي على المرمى سواء بتسجيله جونين وحتى الجون اللي ما تتلغى وحتى الكره بتاعت الجون الثاني لحمدي فتحي والتسديده، فيدل ان في شغل مع بيتعامل مع كريم فؤاد وتغيير مركزه. ده بيثبت ان كولر بيتابع اللعيبه، وهو حتى قال ان انا لسه كمان بتابع الفريق اكتر ولسه يعني بنتمنى ان احنا في الفتره دي مهمه جدا، ان احنا بالنسبه لنا الفتره دي مهمه ان هو بيشوف الفرقه اكتر وبيقيم الفتره اللي فاتت والوضع الفتره اللي جايه. كويس. طيب مع كل اللي احنا قلناه ده مفيش خبر ان كريم فؤاد هينضم للمنتخب او للمعسكر يعني القادم، فبرضه ده بتشوفه ازاي؟ مفاجأة كانت كبيرة جدا لمعظم الجماهير، او يعني هقول بالاخص جمهور النادي الاهلي، يعتبر ان كريم فؤاد من اللعيبه اللي ظهرت بصوره يعني مفاجأة من ناحيه الاداء ومن ناحيه المستوى ومن ناحيه حتى التهديفيه، باعتبار ان هو لاعب اصلا مش لاعب هجومي. لكن روي فيتوريا بالرغم ان هو كان ضم كريم فؤاد في المعسكر الاولاني قال ان هو بيحاول يشوف لعيبه جديده. بنشوف ان النقطه استبعاد كريم فؤاد ضايق كتير وزعل ناس كتير، لكن بالنسبه لي انا بعتبرها ان هي ممكن تكون نقطه حافز دي، وان هو يدل يعني يثبت تألقه في الفتره الاخيره بماتشات في الفتره اللي جايه، بمعنى اصح ان هو بيرد في الملعب. انا هتفق معاك في النقطه دي، احنا انا وكريم كنا لسه بنتكلم فيها. الرد ده دايما بيبقى على الارض، يعني دايما اللي بيشكك في قدرتك او اللي عنده مشكله انت ما بتردش بالكلام، الرد بيبقى على الارض. لكن برضو هي غريبه بصراحه، يعني الواحد ما بيصدق يلاقي عنصر حلو في اي نادي، بالمناسبه ملهاش علاقه خالص بالنادي الاهلي، ما نصدق نلاقي عنصر حلو كده ظهر ابتدى يبدع، احنا بنبقى عايزينه مع المنتخب، فكون ان هو ما بنلاقيهوش بنلاقي مثلا بديل تاني، مع كامل احترامنا طبعا للاختيار الاخر، لكن الواحد بيبقى مش فاهم، فعشان كده احنا بنحاول نلاقي اجابه. لكن طبعا انا هتفق معاك استاذ محمد اكيد في فكره ان كانت شويه صدمه لينا او صدمه للبعض مننا يعني على كل حال. وبعدين الواحد ما بيبقاش عارف يا استاذ محمد هل اللي حصل ده يعني هيشكل حافز عند كريم فؤاد ولا بالعكس ولا في شيء من الاحباط؟ يعني اللي احنا شفناه مع كريم، يعني احنا بنتكلم ان فتره موسيماني يعتبر ما كانش بيشارك، ما بداش المشاركه غير في نهايه السيزون، اي لاعب تاني كان ممكن يطلب ان هو يمشي يخرج اعاره يمشي نهائي،
لكن لاعب كان متمسك بموقفه ويعني وشايف ان هو هيقدر ان هو يأدي ويثبت موهبته، وفعلا احنا بنشوف فعلا من لغه الارقام ومن لغه يعني المشاهده في المباراه الاخيره، لا لاعب احنا يعني ان شاء الله بنتمنى ان هو يكون لاعب من هو اللعيبه على الاساسيه في فكره النادي الاهلي. الكلام اللي كانت نوادر تتكلم فيه فعلا كلام مظبوط 1000000%. بالمناسبه لو كان كريم فؤاد بيلعب في اي فريق تاني غير النادي الاهلي كنا برضو هنستغرب، لان احنا بنتكلم على عنصر مميز اكيد كلنا كمصريين يهمنا ان احنا نستفيد من قدرات وامكانيات اي لاعب مميز ايا كان جاي من اي نادي. على كل الاحوال خلينا نروح بقى مع حضرتك لملف تاني، وتحديدا المنشط الرئيسي في البوابه نيوز بيقول كاس العالم 2022 تحديد موعد حفل افتتاح المونديال، وطبعا حتى برضو فرصة نعرف المشاهدين ان ان شاء الله الافتتاح ده هيكون قبل اللقاء، اول لقاء خالص ضربة البداية في هذا المونديال يوم الاحد 20 من نوفمبر الجاري قبل مباراة منتخب قطر مع الاكوادور بساعتين سيكون هناك حفل افتتاح ضخم جدا. انا عايز اسألك على توقعاتك ليه مش بس حفل الافتتاح، ليه ده قدرة وحسن تنظيم قطر لفعاليات هذه البطولة الاكبر على الاطلاق كأس العالم 2022، واخدا في الاعتبار ان ده اول مره بتحصل في عالمنا العربي، اول دوله عربيه تتصدى لتنظيم فعاليات حدث عالمي كهذا، فشايف الموضوع ازاي؟ قطر يعني بتستعد للمونديال من سنين، يعتبر من اول ما اعلنوا الفيفا اعلن تنظيم قطر للمونديال، ملاعب ضخمه وملاعب وانشاءات ضخمه. بنتكلم ان قطر يعتبر من اكثر الدول من بدايه تنظيم كاس العالم نسخه 2022 اكثر دوله صرفت فلوس على تجهيزات وانشاءات، يعتبر يعني حوالي بنتكلم على 200 مليار يورو. كمان من الناحيه الرياضيه المنتخب بيستعد من سنين، حتى يعني ما اكتفوش بفوز ببطوله اسيا في 2019، لا شاركوا كمان في بطولات دوليه وقاريه اخرى زي ما بنتكلم على بطوله الكاس كاف اللي اتلعبت السنه اللي فاتت في الولايات المتحده ووصولهم لدور نص النهائي. فبنتكلم ان قطر بتستعد من كل شيء من كل الجوانب. صحيح الفتره الاخيره في بعض الهجوم من بعض الدول الاوروبيه على تنظيم قطر للمونديال، ما دي نقطه برضو كنت عايز اسال حضرتك فيها، لان بطبيعه الحال هناك بعض الجماهير القادمه من دول عالميه مختلفه من أصحاب الطبيعة الخاصة والميول الخاصة، والموضوع ده هيصطدم أو ابتدى بالفعل يصطدم على الأقل على صفحات الجرائد ومواقع الإخبارية والصحفية المختلفة، فكرة التعارض اللي ما بين ثقافتنا وهويتنا العربية وبين طبيعة البعض من الجماهير اللي هيكونوا حاضرين. يعني احنا بنتكلم ان دوله يعني دوله عربيه ليها عاداتها وتقاليدها، وهم اعلنوا بالكلام ده في اكثر من مره، بالتالي ان الجمهور يعني مع احترامي ان هو لازم يلتزم بعادات الدوله اللي بتنظم البطوله. وفي نفس الوقت يعني احنا بنتكلم ان يعني قطر وفرت وسائل الراحه كتير للجماهير، فبالتالي يعني قطر زي ما بيقولوا يعني ما قصروش في اي شيء، بس بيطالبوا بس بالالتزام بعادات وتقاليد وهويتهم وهويه الدول العربيه عموما. تمام. طيب نكمل بقى مع حضرتك، نروح للشروق دلوقتي. الشروق بيتكلم او المانشيت كالاتي: هالاند بيقود مانشستر سيتي لفوز قاتل امام فولهام في الدوري الانجليزي. انا طبعا همسك مانشستر سيتي تحديدا وهسالك عن رايك ايه هنا في مباراه مان سيتي اصلا امبارح، وكمان لو هنتكلم تحديدا عن اداء هالاند كيف بتقيمه حتى هذه اللحظه؟ هل كان يستحق كل هذا البروباغندا او الدعم اللي كانت الفتره اللي فاتت، ولا بنتكلم ان هالاند يعني طبعا لاعب استثنائي وبينتظر زي ما بتقال تاريخ او يعني مستقبل كبير، لكن في نفس الوقت برضه مش الاوحد في مان سيتي زي ما بتقال؟ اتفضل يا استاذ محمد. البدايه طبعا الماتش كان ليه سيناريو غريب، يعني طرد كانسيلو والاسلوب اللي اتبعه جوارديولا بعد الطرد، بيتكلم على وجود يعني الناحيه الدفاعيه الفرقه ما ظهرت، يعني واضح ان ما اتأثرتش، وبنشوف الاسلوب اللي عمله بعدها جوارديولا بيعتمد على سواء كان اكي او كانجي او ستونز ورجوع رودري. الفرقه بالعكس طورت وضغطت على فولهام اكتر، فولهام ما قدرش ان هو يستغل الطرد. فوز مستحق لمانشستر سيتي، وبيثبت ان مانشستر سيتي فريق بطل وليه هويه وليه شخصيه. بالنسبه لهالاند صفقه مميزه جدا طبعا، يعني مفيش حد يختلف على كده، لعيب هداف دوري انجليزي ب 18 جول في يعتبر لسه ما عدناش نص السيزون، ويعتبر يعني شبه ان هو حتى يعني بالنسبه لي حسم
لقب الهداف ليه. هالاند غاب الماتش اللي فات في البريمير ليج وغاب في دوري ابطال اوروبا، لكن جوارديولا واضح ان هو بيحافظ على النجم في فرقته وهداف في فرقته، وشوفنا في دقائق بسيطه قدر ان هو يسجل. صحيح ان الهدف ما اتحسبش، ولكن قدر ان هو يسجل هدف فوز في وقت مهم ويقود فرقته لصداره البريمير ليج تاني ويضغط على ارسنال. كويس جدا. طب انا سؤالي الاخير في المنشط ده عن مان سيتي برضو، هل مان سيتي مؤخرا بتشوفه طبعا مع جوارديولا ابتدى شويه يبقى فيه، طبعا احنا شايفين اداء مختلف برضو، مان سيتي مش من النوادي اللي كانت زي ما بتقال عنها ولا اروع، بس هو فعلا متالق جدا بقاله فتره اخيره، وفي نفس الوقت برضو نجوم عنده يمكن اهمهم هالاند، بس واضح ان مان سيتي كده هيفاجئنا في الفتره اللي جايه، وربما يبتدي ان هو يتنافس مع نوادي لها تاريخها بقالها سنوات عديده جدا وربما يتالق كمان عنها. بتشوف ده ازاي برضو استاذ محمد؟ اكيد مانشستر سيتي تفكيرهم في الفوز بالالقاب دايما، ونشوف ده من خلال الدعم اللي جوارديولا من ناحيه الصفقات، واخرهم كان طبعا هالاند. مانشستر سيتي يعني الهدف الاساسي دلوقتي بالنسبه لهم، واكيد بالنسبه لجمهورهم، دوري ابطال اوروبا. الفرقه في المواسم الاخيره كانت مرشحه وكانت بتنافس، السنه اللي فاتت وصلوا نص نهائي دوري ابطال اوروبا، والسنه اللي قبلها نهائي دوري ابطال اوروبا. بنتكلم ان الفريق دلوقتي اصبح ان هو ليه هويه، واصبح ان هو ليه صحيح. يعني الفكر دلوقتي الاساسي مش البريمير ليج او بطولات محليه، لا الفكر دلوقتي دوري ابطال اوروبا. واحنا بنشوف ان جوارديولا يعني ممكن الاداء ممكن متراجع شويه، النتائج متراجعه شويه من ناحيه الارقام اللي هم كانوا بيكسبوها 4 و5 و6، لكن التفكير دلوقتي ان انا اكسب باقل مجهود، خصوصا ان بنتكلم على مسافه طويل، كاس عالم ولسه دور تاني، وفي لسه ضغط مباراه في الفتره من بدايه العام الجديد لحد نهايه السنه، هيكون ضغط كبير على اللعيبه. فاكيد ده تفكير جوارديولا ان هو صحيح. بيحاول ان هو يكسب، بس مش مهم عندي الاداء دلوقتي. كويس جدا. طيب نروح بقى مع حضرتك للشرق الاوسط، والمانشيت فيها بيقول بطوله اسبانيا برشلونه يتصدر في ليله وداع بيكيه. طبعا يعني ماتش الاعتزال بقى، وده دي المباراه رقم 616 لجيرارد بيكيه مع طبعا برشلونه. فانا سؤالي لحضرتك، هل قرار بيكيه يعني بالرحيل عن المستطيل الاخضر، يعني هل جاء في الوقت المناسب في راي حضرتك؟ قرار متاخر جدا بالنسبه لقرار بيكيه. نتكلم على اخر سنتين ثلاثه بيكيه مستواه يعني نازل او متراجع جدا. الفرقه اتاثرت بان النهارده يعني لعيب تسبب، نتكلم مثلا على اخر حاجه في دوري ابطال اوروبا، تسبب في خروج فرقته من دوري ابطال اوروبا في ماتش انتر، والتمركز الكارثي في الماتش ده، وان هو يسبب في هدف فرقته. تشافي قال ان هو كان اجتمع معاه وقال ان انا طبعا مش هكشف الاجتماع الا اذا هو لو يتكلم، لكن واضح ان هو من شايفين ان هو يعني قالوا له يعتزل بقى يعني في الفتره دي، او اطلب يعني امشي دلوقتي، لان دلوقتي احنا بنتكلم ان كمان برشلونه متاثر من الناحيه الماديه، بنتكلم ان النادي مطالب ان هو يخفض من رواتب السنه اللي جايه، بكتير من اللعيبه اللي بتاخد رواتب كبيره في النادي وفي الفرقه، وبالتالي ان يعني زي ما بيقولوا برضه هو طلع ان هو وافي لناديه ولفرقته، ويعني اعتزل في الوقت يعني اتاخر شويه عن القرار اللي هو. معلش انا عايزه اسال، ليه من وجهه نظر حضرتك بتشوف ان هو متاخر شويه اصلا قرار اعتزاله؟ النادي في السنين الاخيره ومتكلم على اخر سنتين ثلاثه يعتبر شبه بعيد عن الالقاب، بكيف اكتر من مباراه كان يعني مستواه كان يعني ما فيش مستوى ودون مستوى خالص، كتير حتى من الجماهير كانت بتنتقده. بيتكلم ان هو ادى كل شيء، كان لازم يخرج من الباب الكبير، قدر ان هو يحقق بطولات كتير لبرشلونه. احنا بنتكلم ان هو خامس اكتر لاعب مشارك في تاريخ نادي برشلونه، بنتكلم ان هو لاعب قدر انه حتى دوليا ياخد كاس العالم مع منتخب اسبانيا، فكان الافضل ليه ان هو يعني ياخد القرار ده، سواء كان بالرحيل او حتى بالاعتزال بدري شويه عن كده، لكن اهو خلاص اخذ القرار. دلوقتي تشافي عنده الفرصه والتفكير بقى في ان هو يدعم فرقته اكتر ويدعم دفاعه اكتر، خصوصا ان تفكير برشلونه دلوقتي هيكون على بطوله الدوري الاسباني بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا. صحيح بيشارك في الدوري الاوروبي،
لكن التفكير هيكون الاساسي على الدوري الاسباني لليج. انا برضو مش فاهمه ليه يعني، معلش انا بعتذر، بس انا بشوف بيكي سنا ما هوش من الكبير، كان ممكن ان هو يروح لنادي اخر، مش شرط ان هو يعتزل، برضو قرار الاعتزال ده صعب، خصوصا ان انت بتتكلم برضو في تاريخ يعني كاس العالم زي ما حضرتك قلت مره، كاس العالم للانديه 3 مرات، كاس الامم الاوروبيه مره، دوري ابطال اوروبا 4، الدوري الاسباني 8، ولسه يعني تاريخ كبير حافل. وبيكي يمكن الفتره الاخيره، انا هتفق معاك جدا استاذ محمد، هو عنده مشكله، ويمكن مشكله يعني شخصيه اثرت عليه برضو بشكل كبير جدا، هو تحدث حتى بهذا المنطق، لكن في الاول وفي الاخر بيكي يعني ديفندر مخضرم، اعتقد كان لسه عنده المزيد حتى لو مش مع برشلونه. الفكره دلوقتي في نقطتين، النقطه الاولانيه كان بعد التقارير بتقول ان هو بيحاول يجهز نفسه ان هو يترشح على رئاسه نادي برشلونه في الولايه الجايه بعد نهايه فتره خوان لابورت، دي نقطه. النقطه الثانيه اظن ان يعني في لعيبه واحنا شفناها كتير في نماذج كتيره مع لعيبه برشلونه، وخصوصا من الاقليم كاتالونيا، يعني سواء كان تشافي او انيستا او اللعيبه تكون وفيه لناديها اكتر. فانت بتتكلم النهارده ايه البديل ليه، هيكون مثلا في الولايات المتحده مثلا في امريكا ولا في دوله عربيه. اظن ان تفكير بيكي قال لا خلاص كفايه بقى كده، وافكر في سواء كان فعلا هيترشح ويفكر في مشروع اذا كان ناوي يدخل في انتخابات برشلونه، وده اكيد مش هيتجهز من يوم وليله، ولا اكيد برضه ليه استثماراته من الناحيه الرياضيه. فاكيد ان هو اخذ قراره من ناحيه ان هو اكتفى ببرشلونه واكتفى بتاريخه ببرشلونه، واظن ان هو كان الافضل ان هو ما يلعبش نادي تاني بعد، خصوصا ان احنا بنتكلم من انتقادات ليه في من ناحيه المستوى في السنين الاخيره، فاكتفى يقول من ناحيه تاريخيه انا قدمت الكثير لبرشلونه وقدمت الكثير للمنتخب، اكتفي بكده وابتدي اشوف حاجه تانية من ناحيه اداريه لنفس النادي اللي انا لعبت ليه. رائع جدا استاذ محمد، يعني اكيد انا وكريم نشكرك جدا على هذه القراءه السريعه بس الوفيه، شكرا ليك جدا.